فما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ملاعبية، ثمانية ملاعبية معناها محترفين بالخارج. لا لا موجودين موجودين موجودين، ثم ثم المتابعين وثم التوانسة اللي يعيشوا في في أوروبا ويبلغوا ويوصلوا، ثم اليوم كيما دي سيلول كاملين نتاع متابعة تشوف أنا ثم جروبات على تويتر وعلى الكل كيما تالون تونيزيان وكيما ترجعوا برشا يخرج لك في الأسامي ويحط لك برشا ويحط لك لي فيديو نتاعهم ويحط لك ستاتيستيك نتاعهم، الناس كل تخدم المصلحة حتى تونس معناها ما عادش كيما قبل جيشي واحد سمعناش بيه سمعاه، سيرتو لي ريزو سوسيو سهلت برشا حاجات وسهلت انك تعرف برشا اسامي، لكن اهم شيء انت حاتم السؤال اللي قلته كيفاش نحافظوا عليهم كيفاش نوصلهم في السينيور، هذاك اهم شيء هذاك اهم شيء. كيفاش نجموا نحافظوا عليهم؟ شوف نحافظوا عليهم هو جوار يحافظ على روحه اول شيء في عيشته في حياته في خدمته في لي زونترينمون نتاعو في حياته البرة من التيرا، اذا يحب يعمل كارير خاطر اليوم الكوره ولات تعمل كارير وتعمل مستقبل وبرشا فلوس. دونك تحب تولي تضمن حياتك ومستقبلك من الكوره، دونك يلزمك ديجا ملي عمرك 14 و15 و16 تبدا تخمم كمحترف اول شيء. والاهم بالنسبه لي انا خاطر باش تفرق بين جوار يوصل ولا ما يوصلش انه لي كلوب يعطيو شانس ويلعبوا، راهو اذا الجوار ما يلعبش في السينيور يلعب كادي جونيور اسبوار يطلع للسينيور ولا ما يطلعش بعد يمشي يلعب في كيب ويمشي بري يمشي كذا يضيع، يلزم يلعبوا يلزم اول شيء الكلوب يعطيهم شانس وهو يفرض روحه. يا اخي وقت اللي احنا كنا جونيور وطلعنا الكل سيزون ادمي و 17 يظهر لي جوارات اللي كانوا قدامنا اقوى برشا من اللي موجودين توا. كي تحل انت في الاسبيرونس تلقى قدامك طارق ذياب ونبيل معلول وخالد بن يحيى وما نعرفش باش برشا، وفي الكلوب تلقى قدامك لطفي رويسي وسامي التويتي ولطفي المحايسي معناها ناس تلقى سامي كبار وتوصل تو تامبوز وتنحي بلاستيك سي اصعب برشا، لكن شنو ثم الكاليتي وثم الفولونتي كيما تقول تخدم على سنيك وتحب تنحي بلاستيك. اما ذي وخير دليل كيما قلت ملي صح كونترا برو توا ملي عمره سيزون صح كونترا برو ويمشي غدوه يشري لك كهرباء درا شنوا وفي الليل سهريه وين وغدوه فواياج درا شنوا ويرا في روحه كذا تعطلوا ما لوموش برك على الكلوب بركة لوموا زاد على الجوارات. انه الكلام اللي كنت تحكي فيه انت حسام والكلام تاع خالد ده مهم جدا على انه ملعبيه بالحق سبعه ثمانيه ملعبيه وصلوا في تريو نيفو واحترفوا وعملوا كارير محترم جدا، هذا بالدليل معناه وان شاء الله اكيد ان شاء الله نتمنى نحبوا خي احنا نتمنوا كلهم يوليوا من اعلى طراز ويوصلونا نهزوا كوب دافريك ونهزوا نمشوا لكوب دي موند ونتالقوا خاطر تو احنا هذا هو المستقبل، هذم اللي طامعين فيهم احنا الاجيال هذم اللي باش يطورونا من الكوره في تونس. خويا ديما تكون حاضر معنا ومنورنا.